ونتحول مشاهدينا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهدت اليوم طفلة في 13 من عمرها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولاتها طعن حارس أمن إسرائيلي شمال القدس. كما واصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين. إلى مراسلتنا في رام الله أمال مرار. يصارع الفلسطينيون مخططا ممنهجا لترويعهم تحت سطوة أذرع الاحتلال، ضحية جديدة تضاف لقائمة الإعدامات الميدانية. الطفلة رقية أبو عيد البالغة 13 عاما قتلتها قوات الاحتلال بالقرب من مدخل مستوطنة عين توت شمالي القدس المحتلة لمجرد الاشتباه بها. وككل حادثة يبقى دليل مزاعم تلك القوات مفقودا. طفلة لم تتجاوز 13 عاما كانت ترعى الغنم أصبحت تهدد أمن إسرائيل. نحن نطالب مجددا وباسم الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي واللجنة الرباعية وكل أحرار العالم بضرورة توفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني. فمنذ انطلاق انتفاضة القدس الحالية وكأحدى الاستراتيجيات الصهيونية لإخمادها، طوق الاحتلال بلدة الضفة المحتلة بألف حاجز عسكري ارتقى عليها 90 شهيدا من بين 164، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز 11 جثمانا منها. وبالتالي يعني إسرائيل تنتهك بشكل خاص القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تتحدث عن حماية المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، وتنتهك أيضا حقوق الإنسان. هنا مثال بسيط، هذا هو أحد الحواجز العسكرية محصن ولا يمكن لأحد أن يخترقه أو أن يشكل خطرا على أمن الجنود المدججين بالأسلحة، ليتضح بأن الاحتلال يستسهل قتل الفلسطينيين دون اكتراث وبحجج ملفقة. وبالتوازي مع هذه الإجراءات القمعية اعتقل الاحتلال 30 فلسطينيا، فيما يواصل 4 أسرى للشهر الثالث إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري لهم ول 500 أسير دون تهمة أو محاكمة. الاحتلال يتمرد وإسرائيل دولة مارقة وتنتهك القانون الدولي وتدير دار الشرعية الدولية، لن يأتي التغيير إلا بالكفاح، لن يأتي التغيير إلا بالمقاومة، وهذا ما يجري اليوم. فيما اندلعت بالضفة المحتلة مواجهات متفرقة بين شبان الحجارة وقوات الاحتلال التي فرقت المسيرات الشعبية الداعمة للانتفاضة وإضراب الأسرى. لقناة الشارقة الفضائية أمال مرار، رام الله المحتلة.